لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران، هناك من يرى أن طهران ستلجأ لاستراتيجياتها السابقة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وذلك من خلال تعزيز نفوذها الاقتصادي في العراق. ما مدى صحة ذلك؟ يعني هذا الأمر متوقع وليس غريب على يعني النظام الإيراني، سوف يحاول أن يستغل كل الإمكانيات المتوفرة من الاقتصاد العراقي لمحاولة تخطي الأزمة الحالية التي يعاني منها بسبب حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة. وربما سيكون العراق هو نافذة إيران إلى العالم من خلال يعني تصدير النفط وكذلك تصدير السلع المختلفة للعراق. واحدة من الإجراءات التي تعول عليها إيران وقد فعلتها سابقا هي محاولة تصدير النفط الإيراني على أنه هو نفط عراقي، وبالتالي هذا سيعرض الاقتصاد العراقي لضرر كبير كون أن واردات هذا النفط ستكون إلى الجانب الإيراني. إضافة إلى أن يعني هذه الأحزاب التي تحكم في بغداد قد جعلت من السوق العراقية سوق مفتوحة أمام السلع الإيرانية، وأي تعرض لهزة يعني الاقتصاد الإيراني إذا تعرض لأي هزة سوف يؤثر بشدة على الأسواق العراقية. نعم. وهذا الارتباط العضوي سيجعل العراق متأثر بشدة من العقوبات. في هذا السياق بالحديث عن تأثر العراق بهذه العقوبات، يرى البعض أنه فعلا سيكون العراق أكثر المتضررين من ذلك، كيف ستنعكس هذه العقوبات على العراق؟ يعني بسبب يعني رغبة الأحزاب الحاكمة في بغداد على ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني، بسبب أن توجهات هذه الأحزاب هي متوحدة مع العقائد والسياسات الإيرانية، جعل الاقتصاد العراقي رديف أو ذيل للاقتصاد الإيراني، وبالتالي تجد أن الأسواق يعني تغرق في السلع الإيرانية، وبنفس الوقت يتم محاربة الصناعة العراقية وجعلها يعني غير قابلة لمنافسة السلع الإيرانية. فعندما تطبق هذه العقوبات وعدم تبادل السلع بين العراق وإيران يجعل السوق العراقي فارغ إزاء هذه يعني هذه الأزمة. وحتى بعد ذلك نلاحظ أن هناك إجراءات تقوم فيها إيران في داخل العراق لزيادة اعتماد الاقتصاد العراقي على إيران. يعني وحادثة الكارثة البيئية التي حدثت قبل أيام في نفوق أعداد هائلة من الثروة السمكية، ما هو إلا مثال بارز لهذا الأمر وهذه التوجهات الإيرانية. ما جدوى هذه العقوبات على طهران إذا كانت قادرة على تصدير نفطها سواء عبر روسيا أو اقتحام السوق الأوروبية كذلك وتخطي عقبة عقوبة تصدير النفط إلى الخارج؟ ليس هذا فقط، يعني هناك الآن تساؤل يجدر يعني إلى الأذهان، ما هي جدوى العقوبات إذا قامت الولايات المتحدة باستثناء 8 دول ومنحها فرصة لاستيراد النفط الإيراني وكان الأمور ليس فيها شيء؟ الآن إيران بالرغم من هذه العقوبات هي قادرة على تصدير ما يقارب 1,200,000 برميل نفط، وبالتالي يعني الاقتصاد سوف لن يتأثر كثيرا، إضافة إلى عمليات التهريب وعمليات تصدير النفط من خلال ناقلات مخفية وكثير من الإجراءات التي ستجعل من قدرة إيران على تصدير النفط هي كميات كافية لعدم تأثر الاقتصاد. وهذا ما دلل عليه أنه عندما أعلنت العقوبات قبل يومين لم يكن هناك تأثير أو رد فعل سلبي في السوق الإيراني، لم يتهاوى التومان الإيراني كما في حزمة العقوبات الأولى. هذا يدلل على أن ما زال الاقتصاد الإيراني لم يتضرر بشدة من هذه العقوبات. لذلك هناك يعني ربما بعض المحللين يفسرون أنه تحول عن رغبة الولايات المتحدة السابقة التي قالت
سنجعل تصديرات النفط الإيرانية تصل إلى مستوى صفر. لكن الأمر تبين الأمر غير ذلك، ما زالت إيران قادرة على تصدير النفط بشكل رسمي وبشكل آخر من خلال التهريب ومن خلال عمليات أخرى. إلى أين تسير إيران بالنهاية في ظل ربما دراسات تؤكد انهيار أو بداية انهيار الاقتصاد لمستويات توصف بأنها خطيرة يوما بعد يوم؟ يعني مع كل الإجراءات الإيرانية لمقاومة هذه العقوبات ومع كل الأساليب الشرعية وغير الشرعية التي يقوم بها النظام الإيراني لمحاولة الصمود أمام هذه العقوبات، ولكن على المدى البعيد فالاقتصاد الإيراني وفي ظل هذه الظروف غير الطبيعية من المؤكد أنه سيتأثر وسيتراجع، والتعويل ليس على الانهيار الاقتصادي فقط، إنما التعويل على أنه ردة الفعل الشعب الإيراني إزاء التدهور التدريجي للاقتصاد الإيراني. فمن المستحيل أن يعني يصبر الشعب على يعني الفاقة والانهيار الاقتصادي، لا سيما وأن إيران على اعتبارها نظام مارق وبعيد عن الشرعية الدولية هو يعاني من يعني من سنين طويلة من تضييقات اقتصادية. فمن المستحيل أن يستمر الشعب الإيراني وأن يصبر إلى مدة أطول دون الثورة على هذا النظام. هناك يعني توقعات بأن التظاهرات الاحتجاجات ربما ستتجدد مع الانهيار التدريجي للاقتصاد الإيراني، هذا ما نتوقع في الفترة اللاحقة. الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.